اليوم تنطلق استحقاقات امتحانات البكالوريا السنة الأولى بكالوريا على مستوى الجهة على غرار باقي الأكاديميات الجهوية. 5 يونيو تنطلق امتحان السنة الأولى بكالوريا. عدد المترشحين على مستوى الأكاديمية الجهوية بالمنقنفرة ما بين السنتين الأولى والثانية أكثر من 54,000 مترشح ومترشحة، 62% منهم هم ينتمون إلى الشعب التقنية والمهنية والعلمية، ثم أيضا 54% منهم من المترشحين هم إناث. يشكل التعليم العمومي 90% المنتمين للتعليم العمومي مقابل 10% للتعليم الخصوصي. إذا على المستوى الإعداد لهذه الاستحقاقات كان تم يعني استعداد أولا المستوى الإعداد مترشحات ومترشحين على المستوى التربوي، بحيث تم إصدار الأطول المرجعية المكيفة منذ فبراير، وقد تم نشرها وطلع عليها جميع المترشحات والمترشحين، كما تم تكثيف الدعم التربوي من أجل التهيئة الجيد للمترشحين لهذا الاستحقاق الوطني. هذه السنة أيضا تتميز بمواصلة استثمار الإمكانيات الرقمية وكل ما يرتبط يعني من أجل ضمان يعني المزيد من الموثوقية والصدقية والنجاعة لهذه الشهادة التي ينتظرها التلميذات والتلاميذ والآباء بعد 12 سنة تقريبا من الدراسة ومن الاجتهاد والكد والعمل. لذلك هذه السنة أيضا سنستمر في يعني إصدار الدبلومات الرقمية، دبلومات البكالوريا، ولكن مع الحفاظ على الصيغة الرقمية والعادية أيضا الورقية. ثم أيضا هناك إمكانيات أخرى تم اعتمادها كالنقل السري الرقمي المؤمن للمواضيع وأيضا الترقيم السري. إذا قلت هذه كلها تجارب جديدة تم التأكد من صدقيتها ومن نجاعتها، وفيها يعني نوع من ضمان تكافؤ الفرص، فيها ربح للوقت، وأيضا فيها أيضا ضمان نجاعة لهذه العملية. إذن هي مناسبة لنتمنى للتلميذات والتلاميذ المترشحين النجاح والتوفيق في هذا الاستحقاق الوطني لها.